نكمل معكم أخبارنا مشاهدينا. أعمال الخير ديدن أهل الكويت جبل عليها أبناء هذا البلد المعطاء، فالأيادي البيضاء التي لم تصل مكانا إلا نثرت فيه زهور الخير. كذلك فإن أعمال الخير لم تقف عند حدود الزمان أو المكان أكيد. للحديث حول عمل الخير في الكويت يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عود الخميس، رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية. طبعا يعطيكم ألف عافية، صباح الخير وأهلا فيكم في برنامج العالم هذا الصباح. صباحك الله بالخير، يا هلا فيك. خلينا نبدا وياك. اولا مبارك عليك المطر. مبارك الله يبارك فيك ان شاء الله. اقول خير على البلاد والعباد. اللهم امين ان شاء الله. نتكلم عن ابرز ثمار وحصاد زيارتكم الخيريه التي قمتم بها مؤخرا لجمهوريه مصر العربيه. ان شاء الله. طبعا قبل ايام قليله قام وفد من جمعيه النجاه الخيريه. مكون من بعض الأعضاء ومعهم رئيسة اللجنة النسائية في جمعية النجاة الخيرية بزيارة إلى جمهورية العربية استمرت حوالي 10 أيام. طبعا تخللها الحق الكثير من الأعمال. جميل. يمكن طبعا الأعمال لو أردنا نفصل فيها تأخذ وقت طويل، لكن نأتي بشيء من الاختصار. كان العمل الأول حقيقة، وهذا يعني مفخر لجمعية النجاة، أنه تم فتح فرع لجمعية النجاة في جمهورية مصر العربية. ما شاء الله. لأن النجاة الحق لها عدة مشروعات كثيرة في أكثر من محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية. جميل. طبعا مقطع كلامك بالخير، بس ذاع صيت يمكن جهودكم الطيبة لمساعدة مرضى الفشل الكلوي بشكل خاص. إذا ممكن نركز على هذه النقطة. احنا طبعا معروف في جمهورية مصر العربية مسألة انتشار الفشل الكلوي وأمراض الكبد. نعم. الجمعية الحقيقة النجاة تتعاون مع إحدى الجمعيات الرسمية وهي مصر الخير. وطبعا جمهورية مؤسسة مصر الخير هذه من أكبر المؤسسات الخيرية في جمهورية العربية. فتم الاتفاق معها بين جمعية النجاة بحضوري والإخوان على أن تتبنى بالتعاون بين جمعية النجاة الخيرية وجمهورية العربية إقامة مخيمات علاجية لهذين المرضين، للمرض الفشل الكلوي ولأمراض الكبد. وإن شاء الله سنقوم بالسفر يوم 15 ديسمبر لهذين الغرضين. أستاذ عود، خلينا نتكلم عن قضية التعليم ودوركم في رعاية طالب العلم. نعم، الحقيقة طالب العلم بالنسبة للجمعية يعني له مجالين. المجال الأول داخل الكويت. جميل. من خلال الجمعية لها 9 مدارس خاصة. المجال الأول ولا الأولوية داخل الكويت؟ الأولوية والأول. نعم. ماشي. لها 9 مدارس خاصة ولها يعني فرع متخصص في مساعدة الطلبة الفقراء الذين يدرسون في مدارس خلاف مدارس جمعية النجاة. يعني في طلبة في المدارس الخاصة داخل الكويت. نعم. قد لا يستطيعون، لا يملكون المصاريف الدراسية، فالجمعية تقوم بتبني هؤلاء. جميل. اسمها لجنة طالب العلم. لجنة طالب العلم. العلم هذا داخل الكويت. في جمهورية العربية احنا تم الاتفاق بيننا وبين مؤسسة الخير في مصر، هناك انشأنا ما يسمى بالمدرسة المصغرة في القرى. في القرى المدرسة المصغرة. هذه طبعا بعض القرى يصعب على يعني أولادها أن يذهبون إلى مناطق بعيدة. جميل. فتم الاتفاق على أساس إنشاء يعني مبنى متوسط يحتضن المرحلة الابتدائية في كل قرية على حدة. فقط الابتدائية. فقط إلى الابتدائية. لأن تعرف هناك الأماكن شاسعة وصعب على الصغير أن يذهب. فتم الاتفاق مع مؤسسة الخير أن تقوم مدرسة مصغرة للمرحلة الابتدائية بعدد محدد من المدرسين والمدرسات. طبعا القرى كثيرة، لكن تم الاتفاق على أن سنبدأ إن شاء الله كما قلت أيضا في الرحلات القادمة يعني نتم هذا الأمر إن شاء الله. طبعا هذا فيما نتكلم فيه عن التعليم. هناك أيضا مشروع بناء منازل. نعم. للفقراء والأيتام. يعني إذا ممكن نتكلم عن معايير اختيار المنزل وشلون تقررون هذه العائلة هي العائلة التي تحتاج أو الأيتام. نعم. الذين يحتاجون مثل هذا المشروع. طبعا الجمعية لها مكاتب بالتعاون مع مؤسسة الخير. فهناك في مصر ما يسمى بالعشوائيات.
هذه العشوائيات بيوت تبنى خارج مسائل التنظيم، وأغلب أهلها فقراء، فإحنا اخترنا الأرامل والأيتام من هؤلاء. البيوت قديمة يعني بعضها حتى لا يصلح للسكن. نعم. فالجمعية تبنت مشروع إسكان اسمه منازل الفقراء خاص الأرامل والأيتام. ترميم هذه المنازل أم بناء من بناء الأساس؟ من جديد ما شاء الله. مع التأثيث كامل ما شاء الله. يعني بناء مسلح من جديد مع التأثيث بكل متطلبات البيت. كثر يكلف البيت؟ يكلف 5000 دينار. الآن وصل عندنا العدد 85 بيت ما شاء الله. نعم. سلمنا في الرحلة الماضية، احنا جينا قبل 4 أيام، سلمنا في محافظة المنيا حوالي 35 بيت ما شاء الله. طبعا هذه البيوت خاصة للأرامل والأيتام، يبنى مسلح 90 متر مع تأثيثه تأثيث كامل. ولو شوف يعني الزغاريد والفرح والاستقبال طبعا لا شك يعني هذه. فكان هذا المشروع ما زلنا فيه. سقي الماء يمكن من أكثر يعني تم التوصية عليه حتى في ديننا الحنيف. أيضا نتكلم عن هذا المشروع. كان أيضا كان عندنا مشروع في بالتحديد في أسيوط إحدى المحافظات وفي أطراف المنيا، هو إيصال الماء إلى بيوت الفقراء من الامتداد الرئيسي إلى داخل البيوت. طبعا كان المشروع عندنا حوالي 750 بيت، غطي الآن 350 بيت من هذا المشروع، وسنكمل إن شاء الله. ما زال يعني العمل جار في استكمال هذا العدد. طبعا اكيد اهل الكويت لما يسمعون مثل هذه الاخبار اكيد يتشجعون حتى هم على المساعده. المشاهدين اذا كانوا حابين ان يتواصلون معكم لمساعدتكم في مشاريعكم الجليله هذه، كيف يمكنهم التواصل معكم؟ هو اي شخص يريد اما بالحضور سواء في الجمعيه الرئيسيه او في فروع الجمعيه، لكن اكثر خط يستطيع استعماله هو الاونلاين. لأن الجمعية لها موقع ومشاريعها كلها معروضة بالمسمى وبالصور، فهو يدخل في أي مكان سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. نعم. سواء في الداخل أو في الخارج يدخل على الموقع ويختار ما يشاء. نعم. سيد عود الخميس رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية، شكرا جزيلا لك على حضورك وجزاكم الله خير إن شاء الله. على ما تقومون فيه من مشاريع إنسانية ودينية. نحن وأنتم في قارب واحد إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.